في الآونة الأخيرة انشغلت كافة وسائل الإعلام حول العالم في القرارات الرئاسية المثيرة للجدل للحكومة الأمريكية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سواء كانت من بناء جدار فاصل الحدود الأمريكية المكسيكية أو منع المسلمين من 7 دول للدخول الولايات المتحدة الأمريكية. هذه القرارات الرئاسية أثارت فضول والاستفسارات حول مدى صلاحية الرئيس الأمريكي على إصدار قوانين وقرارات من دون الرجوع للكونغرس الأمريكي. فما حقيقة هذه القرارات؟ القرارات الرئاسية الأمريكية تندرج تحت نوعين من القرارات. الأول ما يعرف بالـ Executive Orders، أي الأوامر التنفيذية، والثانية تندرج تحت الميموراندمز أو المذكرات الرئاسية. كلتا القرارات تعتبر قرارات نافذة وهي أقرب للقوانين، ولكن الأوامر التنفيذية تعتبر أقوى وأكثر سلطة من الميموراندمز أو المذكرات الرئاسية، وذلك لأنها تكون مدعمة بالدستور. والأوامر التنفيذية يمكن لها أن تلغي المذكرات الرئاسية، ولكن العكس غير صحيح، فعلى الأساس المذكرة الرئاسية لا يمكن لها أن تلغي قرارا تنفيذيا صادرا عن الرئيس الأمريكي. كيف يمكن مواجهة هذه القرارات الرئاسية؟ هنالك 3 طرق يتم اتخاذها لإيقاف الرئيس الأمريكي من اتخاذ مثل هذه القرارات. أولا عن طريق القضاء، فيرى القضاء مدى صلاحية هذه القرارات الرئاسية ومدى تناسبها مع الدستور، وهذا ما حصل فعلا، فتم رفع قضية على القرار الرئاسي بمنع دخول المسافرين المسلمين من الدول 7، وتم الفوز بهذه القضية وتم إيقاف وبطلان القرار الرئاسي. في حادثة مماثلة أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن جزيرة تيران وصنفير هم جزيرتان سعوديتان، وأنه المصريين عم برجعوا الحق لأصحابهم، وأن هاي الجزر ليست مصرية. تم الاحتكام للقضاء وتم رفع قضية لرفض القرار الرئاسي وتحدي رغبة الرئيس في هذا الأمر، وتم التأكيد على مصرية الجزيرتان تيران وصنافير، وألغي القرار الرئاسي واعتبر باطل. موضوع تعليم الحدود البحرية مع السعودية، احنا ما فرطناش في حق لينا، ودينا حق الناس لهم. كل من كان له صلة بالموضوع وعايش موجود في وسطينا جبناه. أنا بقول كل الكلام ده عشان انتوا تبقوا تطمنوا، مش على الجزيرتين، تطمنوا على الراجل اللي انتوا أمنتوه على بلدكم. وردت المحكمة على ما أسير كل البيانات وكل الوثائق، ما تدينيش غير ان انا اقول الحق ده بتاعهم، وأن الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيء آخر يغير أو ينال من هذا. طب والله سألت كل الناس، قد وقر واستقر في عقيدة المحكمة أن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها. انت حاجة صعبة أوي، صعبة بجد. أرجو من الموضوع ده، أرجو الموضوع ده ما نتكلمش فيه تاني. حكمت المحكمة بإجماع الآراء رفض الطعن. الطريقة الثانية وهي طريقة التصويت في الكونغرس ضد قرار الرئيس الأمريكي، ولكن في حالة التصويت يجب جمع أكثر من 1/3 الأصوات من الكونغرس والهاوس اوف ريبريزنتيفز على أن يتم منع الرئيس الأمريكي من استخدام حق الفيتو ويتم إلغاء القانون. في حادثة مشابهة في فبراير من عام 2016 حاول الكونغرس الأمريكي إلغاء أوباما كير وتم التصويت، ولكن لم يتم تحقيق أكثر من 1/3، واستخدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما حق الفيتو ومنع الكونغرس من إلغاء أوباما كير. وفي حادثة أخرى مشابهة قانون جاستا الأمريكي، وهو قانون يعطي الأحقية لأهالي ضحايا سبتمبر 11 بملاحقة الدول التي ينحدر منها الإرهابيين الذين قاموا بالاعتداء على المركز التجاري العالمي الأمريكي في نيويورك. حاول الرئيس الأمريكي جاهدا على أن يمنع الكونغرس من الموافقة على هذا القانون، ولكن الأغلبية جاءت بأكثر من 1/3 الأصوات، فلم يستطيع الرئيس الأمريكي استخدام حق الفيتو لمنع تشريع هذا القانون. الطريقة الثالثة تكون عن طريق إصدار أمر تنفيذي جديد من الرئيس الأمريكي يلغي القرار التنفيذي السابق، سواء كان من نفس الرئيس أو من الرئيس القادم، وهذا ما قام به الرئيس دونالد ترامب بإصدار قرار تنفيذي بإلغاء أوباما كير، وكان أول
أمر قام بالإمضاء عليه عندما استلم البيت الأبيض. يحاول دائما الرئيس الأمريكي استخدام نفوذه وأن يحاول جاهدا على الإفراط في استخدام إصدار القرارات التنفيذية، وذلك من باب استعراض العضلات وليرى مدى قوته ومدى فعالية هذه القرارات التي يصدرها. اتهم باراك أوباما في العديد من المناسبات بالإفراط في استخدام القرارات التنفيذية، ولكن في الواقع الرئيس السابق باراك أوباما استخدم القرارات التنفيذية 276 مرة خلال 8 سنوات الحكم التي كان فيها في البيت الأبيض، أي ما يعادل 35 قرار تنفيذي في السنة الواحدة، بالمقارنة مع جورج دبليو بوش الذي استخدم ما يعادل 36 قرار تنفيذيا في العام الواحد، وبيل كلينتون الذي استخدم ما يعادل 39 قرارا تنفيذيا في العام الواحد. فالرئيس الأمريكي باراك أوباما لم يفرط في استخدام هذه القرارات، ولكن الكونغرس الأمريكي حاول جاهدا على تقييد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وذلك نكاية في الحزب الديمقراطي وليس إلا. أما بالنسبة لموضوع القرار التنفيذي في بناء الجدار الفاصل بين الحدود الأمريكية والمكسيكية، دونالد ترامب يحاول أن يبني أسطورته وهو الجدار الذي سيذكره الأمريكيين لسنوات عدة من بعد انتهاء فترة حكمه، ويحاول دونالد ترامب جاهدا بتخويف وترهيب الرئيس المكسيكي لإجباره على أن يقوم بتحمل تكاليف بناء هذا الجدار. ولكن هل ستستجيب الحكومة المكسيكية فعليا؟ وإن لم تستجب، هل سيتم بناء هذا الجدار؟ أنا لا أتوقع أن الكونغرس الأمريكي سيوافق على قانون بناء هذا الجدار، وذلك لأن تكلفته عالية جدا ولا توجد ميزانية له، فميزانيته الأولية تصل من 14 مليار إلى 16 مليار دولار أمريكي، وهي ميزانية تعتبر عالية جدا لا يتوقع أن يتم الموافقة عليها من قبل الكونغرس الأمريكي. ويحاول دونالد ترامب جاهدا بتخويف وترهيب الحكومة المكسيكية وإجبارهم على تحمل تكاليف بناء هذا الجدار أو جزء من هذه التكاليف، وذلك عن طريق تخويفهم بفرض ضرائب على الواردات المكسيكية للولايات المتحدة الأمريكية قد تصل إلى 20%. والسبب الثاني أن بناؤه سيستغرق مدة طويلة، فستنتهي ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسيأتي الرئيس اللاحق، وهذا الرئيس قد يوقف هذا البناء ويعتبر هذه الميزانية ذهبت مع الريح. السؤال الجوهري، هل فعلا الكونغرس الأمريكي سيعارض الميزانية وسيعارض فكرة بناء جدار يفصل بين الحدود المكسيكية والأمريكية؟ سنكتشف هذا الأمر في الأيام المقبلة القادمة. ما علينا سوى أن ننتظر ونستمتع في الشجارات والمشادات الموجودة بين الرئيسين المكسيكي والأمريكي على التويتر في الأيام القادمة.